السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد شعلان من منصة ذا توب. ان شاء الله النهارده هنبدأ نشرح الدرس الثالث اللي هو التنمية الصناعية في منهجنا في الوحدة الثالثة. يا رب يكون الدرس الاولاني والدرس الثاني اللي حضرتك خدتهم معايا بدأت تحل عليهم وبدأت تراجع عليهم، ونبدأ بقى نخش في الدرس الثالث، لان كل الوحدة ان شاء الله اول ما تخلص الوحدة الأولى هنعمل مراجعة شاملة عليها، فيها شوية أفكار أعلى شوية من اللي كانت معاك وشوية أسئلة أقوى شوية، عشان إحنا هندربك بكل الأفكار والأدوات اللي هتساعدك تخش بيها الامتحان بإذن الله. طيب أنا هبدأ الأول الدرس الثالث بإيه؟ أنا هبدأ بالتنمية الصناعية. أحب أقول لحضرتك معلومة لازم تكون معاك. المعلومة دي، بتقول إيه؟ لا يمكن أقول على دولة دي دولة قوية ولا ضعيفة، ولا يمكن يحصل تطور في الزراعة وتطور في السياحة في أي مجال أو مجال أي قطاع من غير ما يكون عندي تطور كبير في التنمية الصناعية. ويبقى قطار الصناعة أو التنمية الصناعية هي القطار اللي أنا ببدأ أوجه منه عشان خاطر أتطور في الدولة. فيبقى كده التنمية الصناعية هي اللي بتحدد ازدهار الشعوب. ادي مبدئيا، يبقى انا عشان احدد ازدهار الشعوب بيبقى عن طريق التنميه الصناعيه. يبقى انا عرفت اول معلومه ان التنميه الصناعيه بتعمل على ازدهار الشعوب. طيب هي بتعمل على ازدهار الشعوب، وهي برضو اللي بتعرفني ازدهار الصناعات الحديثة. يبقى في بداية كلامي التنمية الصناعية مهمة، مهمة، وهي اللي بتعرفني ازدهار الشعوب يعني تقدم الشعوب، وهي اللي بتعرفني الصناعات الحديثة. طيب يعني ايه كلمة صناعة؟ قال لي الصناعة انا بحول المواد الخام من صورة أولية إلى صورة ملائمة لحاجات الإنسان، يعني بطلع المنتج. يعني القطن صورة أولية حولته الملابس، الحديد خدته كمادة خام حولته إلى حديد وصلب. عشان كده بحب أقول لطلابي إن قبل ما نبدأ أي حاجة لازم تبقى حضرتك عارف هو ممكن يقول لي إيه هي مقومات الصناعة، وخليني أوضحها أكتر وأقول لو قال لك مقومات الصناعة قول له مقومات الصناعة الطبيعية. إيه ده؟ يعني اللي أنا هقوله ده من مقومات الصناعة الطبيعية. أنا عندي من مقومات الصناعة الطبيعية إن لازم يكون عندي مادة خام، والمواد الخام قد تكون زراعية حيوانية معدنية. يعني مواد خام بس بزرعها وإنتاج حيواني أقدر أستفيد منه في الصناعة، والمعادن بستخدمها في الصناعة. وقال لي من المقومات الصناعة لازم يكون عندي مصادر طاقة، والمصادر الطاقة قد تكون متجددة أو غير متجددة، وأهم حاجة الموقع، لأن الموقع أنا اللي هحدد منه السوق والنقل والخبرات الفنية والتكنولوجية. فالمعلومة دي أنا عاوزك تبقى مركز معايا فيها، إن لو قال لك إيه هي المقومات الصناعية وإيه مقومات الصناعة الطبيعية، فأنا عندي المواد الخام، بعد كده مصادر الطاقة، بعد كده الموقع. طيب واحدة واحدة كده معايا دكتور، هو إيه أهمية القطاع الصناعي؟ ما أنا لسه قايل إن الصناعة هو قطار التنمية الاقتصادية. فعشان أقول إن الصناعة هي قطار التنمية الاقتصادية لازم أقول إنها هي المحرك الأساسي للتنمية. يعني ما أقدرش أعمل تنمية اقتصادية من غير القطاع الصناعي. يبقى لو جه قال لك أهمية القطاع الصناعي إيه؟ تقول له هي المحرك الأساسي للتنمية. طب هي محرك أساسي للتنمية إزاي؟ بص يا سيدي،
القطاع الصناعي ليه روابط بحاجتين، ليه روابط بالزراعه وليه روابط بالخدمات. بمعنى بيقول لي يتمتع القطاع الصناعي ده بروابط في القطاعات الاقتصاديه مثل الزراعه ومثل الخدمات. بمعنى ايه؟ الزراعه دي يا باشا بتوفر المواد الخام للصناعه، يبقى فيها علاقه الاثنين بيستخدموا مع بعض، يعني معنى كده ان دي علاقه تكامل. اوعى تنسى احنا هنربط الترم الاول. طب يعني ايه كمان ليها علاقه بالخدمات؟ حضرتك دلوقتي بتعمل ايه من الخدمات؟ عملت مثلا العربيات، السيارات اللي هي النقل والمواصلات، القطارات، السكك الحديديه، المترو، ما هي دي كلها حاجات جت نتيجه الاهتمام بالتنميه الصناعيه. فانا لما اهتميت بالتنميه الصناعيه قدرت اوفر خدمات، فيبقى العلاقه بين الزراعه والخدمات والتنميه الصناعيه علاقه ايه؟ تكامل. طب العلاقه بين الصناعه والزراعه، العلاقه بين الصناعه والتعدين، العلاقه بين الصناعه والمواد الحيوانيه اللي هم دول كلهم اللي لسه قايلين عليهم دلوقتي مواد خام، العلاقه ما بين النشاط الصناعي والانشطه الاقتصاديه اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها علاقه برضو تكامل. يبقى لو جالك سؤال في الامتحان كده يبقى النظام او القطاع الصناعي هو اللي بيؤدي الى التنميه، وهو اللي بيؤدي الى نهضه الشعوب، ولاهميه الصناعه ان الصناعه بتبقى ليها روابط بكل القطاعات، فليها علاقه بالنشاط الزراعي والخدمات. وقلنا زراعه يعني يكون في مواد خام، وقلنا خدمات ده اللي بيعملها من سكك حديديه. تاني حاجه النشاط الصناعي ده بيحقق لي مشكله، انا عندي بطاله، فلما اهتم بالصناعه واعمل مصانع فهقلل فرص البطاله وهتزيد فرص العمل، يبقى حل مشكلات. فمعنى الكلام بقى دلوقتي ان انا دلوقتي وضحت لك الفكره، ولكن عاوز بقى حضرتك تشوف الاستنتاجات. اي فكره هتشرحها لها استنتاج وتحليل افكار. ادي التحليل ونواتج التعلم. النقطه الاولانيه قلت لك ايه؟ ان الركيزه الاساسيه اللي هتقوم عليها الاقتصاد الدوله وتقدمها في النشاط الاقتصادي او الصناعي عن طريق قطار التنميه الاقتصاديه، يبقى الصناعه هي الاساس لقطار التنميه الاقتصاديه. وقلنا ان الصناعه بتعطي الانتاج الزراعي والتعدين والثروه الحيويه اهميه. لذلك لو جه قال لك سؤال العلاقه بين النشاط الصناعي والنشاط الاقتصادي علاقه ايه؟ قلنا علاقه تكامل. الجزء اللي بعديه، بص يا محترم، مبدئيا كده أسس تصنيف الصناعة اللي قدام حضرتك دي مبدئيا وانت بتذاكر كده تقول ان المستر محمد شعلان قال لي مهمة جدا، وقال لي كمان ان أسس تصنيف الصناعة دي سؤال مؤكد في الامتحان. يعني لما هنجيب أسئلة في الامتحان عن الصناعة فالأسس بتاع تصنيف الصناعة دي مهمة بالنسبة لي. طيب يا مستر ايه اسس تصنيف الصناعه؟ قال لي والله واحنا بنصنف الصناعه هنقسمها لاربع اسس. التصنيف الاول انا هقسمها من حيث المواد الخام. المستر قال لي المواد الخام اللي هي ايه؟ مواد خام زراعيه، مواد خام حيوانيه، مواد خام معدنيه. يبقى اول تصنيف هو المقومات اللي احنا قلناها في الصناعه. حلو قوي. طيب التصنيف الثاني قال لي بنقسمها من حيث الخصائص منتجات الصناعه. يعني ايه كلمه خصائص منتجات الصناعه؟ قال لي هنقسمها لحاجتين، صناعات استهلاكيه وصناعات انتاجيه. طيب لما اجي اقول ايه الفرق ما بين الصناعه الاستهلاكيه والصناعه الانتاجيه؟ بص يا محترم، الصناعة الاستهلاكية هي الصناعة اللي بيكون لها اتصال مباشر مع الأشخاص، يعني هي اللي بتوفر حاجات الإنسان بطريقة مباشرة، يعني حاجة بستخدمها بستهلكها على طول زي ما هي. السكر هستهلكه على طول، قصب السكر هاخده هستهلكه على طول، يعني علاقته بالمستهلك طريقة مباشرة. اما الصناعه الانتاجيه
دي اللي ما بيكونش ليها علاقة مباشرة بالإنسان، يعني معدن مواد خام بعيد تصنيعها عشان أوفر منتجات استهلاكية. فرق، الاستهلاك بيكون علاقته على طول مباشر بالحاجات الإنسان، أما الإنتاجية مش بتكون علاقتها مباشرة عن الإنسان، ولكن الصناعات الإنتاجية هي اللي بتوفر لي الصناعات الاستهلاكية. بعد كده قال لي عندي صناعات خفيفة وصناعات الثقيلة، ده حجم الصناعة. وبعد كده قال لي طبيعة النشاط الصناعي قد يكون صناعات استخراجية أو تحويلية. واحدة واحدة عشان أوصل لك بقى المعلومة. المعلومة الأولانية إن حضرتك إدالك مثال على الموضوع الأسس تصنيف الصناعة. قال لي إيه؟ قال لي تعالى ناخد كده صناعة السكر. هلاقي إن صناعة السكر أنا بجيبه من قصب السكر أو البنجر، فدي صناعة زراعية، يبقى المادة الخام المستخدمة هنا زراعية. والمادة الخام دي هيستخدمها الراجل بطريقة مباشرة فتبقى صناعات استهلاكية. طب هي صناعة ضخمة؟ قال لي لا، دي صناعات خفيفة مش ثقيلة. طب هي بتتحول؟ قال لي صناعة تحويلية. واداني مثال تاني زي صناعة الحديد والصلب، هلاقي انها صناعة مادة الخام المستخدمة معادن، دي صناعة انتاجية عشان توفر لي الحديد اللي انا عايزه، بجيبه من مواد الخام فبحوله لانتاج مستهلك فتبقى انتاجية. طب دي صناعات خفيفة ولا ثقيلة؟ لا، دي اكيد بالصناعات الثقيلة. طب هي صناعة ايه؟ تحويلية. التحويلية ان انا بحول المواد الخام الى منتج، الى انتاج. اما الاستخراجية بستخرجها زي ما هي، زي البترول، زي النفط اللي هو الغاز الطبيعي، فدي بستخرجها زي ما هي. طيب هل انا بقى كمدرس او طالب من طلاب مستر محمد شعلان اسكت كده على الامثله اللي هو اداها لي دي؟ اكيد لا طبعا، مش هنسكت عنه. ازاي؟ لازم اديك استنتاجات وطور لك فكره المعادن، يعني ممكن يديني حاجات تانية غير اللي الكتاب قالها. فانا بقول لك مثال، انا اديتك الاول الفرق اهو بين الصناعه السلعه الاستهلاكيه والسلعه الانتاجيه. السلع الاستهلاكية دي اللي بيكون لها سلع موجهة للبشر، بتوفر حاجات البشر بصفة مباشرة، يعني يعني مش بحتاج أحولها. أما السلع الانتاجية فدي أنا ما بتتصلش مباشر بالمستهلك، ولكن أنا بضطر أحولها عشان تديني سلع استهلاكية. فديتك مثال تاني بقول لك إيه؟ بقول لك في صناعة اسمها صناعة التمور، التمر، بما إننا داخلين على رمضان. فده صناعة زراعية خفيفة استهلاكية. شفت بقى انا صدقت ازاي؟ على نفس التصنيف اللي هو ماشي عليه. صناعة المجوهرات، انا بقى خلاص الذهب طلع وبقى فيه ذهب خلاص، فتبقى صناعة معدنية استهلاكية خفيفة. صناعة الملابس الصوف، ده انا بجيبها من حيوان، تبقى صناعة حيوانية استهلاكية خفيفة. الصناعة الأجهزة الكهربائية أو المنزلية، دي صناعة معدنية استهلاكية وخفيفة. صناعة المجوهرات الذهبية، هي بتيجي عن صهر المعادن، تبقى من الصناعات التحويلية والمعدنية. تصنف طحن الحبوب، الحبوب زراعية إنتاجية خفيفة. يعني هو ممكن يجي في الامتحان يجيب لي صناعة من دي ويقول لي أي صناعة من دي؟ الصناعة دي تقوم بتصنيفها على أسس الصناعة، فأنت بقى بتصنفها هي صناعة إيه؟ صناعة تحويلية ولا صناعة استهلاكية؟ وتقول لي هي صناعة زراعية ولا حيوانية معدنية، بعد كده استهلاكية ولا إنتاجية، ولا خفيفة وثقيلة، ثم استخراجية ولا تحويلية. طيب نيجي بقى للجزء التاني، والجزء التاني المستر بيديني خريطة، والخريطة بيقول لي الأقاليم الصناعية في العالم. فبما اني هتكلم عن الاقاليم الصناعيه في العالم فتبقى مهمه جدا، وديت ممكن يقول لك بتحليلك للخريطه، ويقول لي وضح بقى، وضح في تحليلك للخريطه. بص يا محترم، انا همسك الاول عيني على المربع ده، وده المربع اللي انا بشوف منه ان هو ده مفتاح الخريطه،
وهو اللي هيشرح لي الخريطة دي ايه الالوان اللي عليها وايه الرموز دي وايه الهدف منها. فالراجل بيقول لي لو انت عاوز تعرف الاقاليم الصناعية اللي موجودة في العالم واكبر اقاليم صناعية هتلاقي في اقليم في شمال شرق الولايات المتحدة. اروح كده اللون البنفسجي ده ايه ده؟ اهو اللون ده او الجزء ده هو اقليم شرق الولايات المتحدة، وده اقليم صناعي ضخم لانه بينتج صناعات ثقيلة. التاني قال لي لو بتدور على اقليم صناعي كبير هتلاقيه في غرب ووسط اوروبا. ادي يا باشا وسط اوروبا اهيت، وادي غرب اوروبا. لو بتدور على اقليم ضخم هتلاقيه في روسيا واوكرانيا. ادي روسيا وادي اوكرانيا، الجزء اللي انت شايفه ده الاصفر ده روسيا واوكرانيا. لو بتدور على اقليم صناعيه تانية في العالم واكبر اقاليم صناعيه هتلاقيه في اقليم شرق اسيا، وهو زي اللون الازرق اللي في الهند هنا والجزء اللي في الصين ده اقليم شرق اسيا والجزء اللي في اليابان ده. طيب ورجع في الاخر قال لك مناطق صناعيه حديثه، هي فين المناطق الصناعيه الحديثه؟ قال لي عندك مناطق صناعيه حديثه موجوده في الجزء الشمالي الغربي الولايات المتحده، عندك مناطق صناعيه حديثه في امريكا الجنوبيه في شرق امريكا الجنوبيه، عندك مناطق صناعيه حديثه في مصر، عندك مناطق صناعيه حديثه في جنوب افريقيا، عندك مناطق صناعيه حديثه في اندونيسيا وماليزيا، عندك مناطق صناعيه حديثه في جنوب شرق استراليا. ده تحليلي للخريطه دي، يعني ده اللي قاله لي في الخريطه ان دي اهم الاقاليم الصناعيه في العالم، منهم بس اقليمين عيني عليهم جداد وهو خد بالك جنوب افريقيا ومصر، يعني مصر من الاقاليم الصناعيه الحديثه. طيب نوضح بقى هو عاوز ايه؟ قال لي والله في الكتاب ان حضرتك لو بصيت هتلاقي ادي الاقاليم اللي انا لسه متكلم عليها. فرجع قال لي لو انا بصيت على الاقليم غرب ووسط اوروبا واقليم شرق الولايات المتحده واقليم جبال الاورال وروسيا هلاقي ان الاقليم ده اسمه اقليم الطاقه المحركه. يعني ايه الاقليم ده؟ قال الاقليم ده بيتميز بانه اكبر اقليم في طاقه، عشان كده قال لي من الاقاليم اللي بينطق عليها القوه المحركه. اقليم ايه اللي بينطق عليه القوه المحركه؟ قال لي الاقليم اللي موجود في العروض الوسطى من مسيسيبي غرب امريكا الشماليه، وقال لي لاوروبا ثم جبال الاورال وروسيا ونطاق القوه المحركه. ليه سميه بنطاق القوه المحركه؟ لانه بيمتلك 90% من الطاقه، بيستهلك 90% من الطاقه اللي هي البترول والفحم والغاز الطبيعي، لانه بيهتم بالصناعات اللي هي محترم الثقيل. فاجيب الخريطه واشوف الكلام الراجل بيقول لي فين. الراجل قال لي ادي امريكا وادي وسط وغرب اوروبا، وقال لي روسيا وجبال الاورال هنا. فالجزء ده كده كله بيتقال عليه هو القوة المحركة. طب ليه نطق عليه باسم القوة المحركة؟ قال نطق عليه باسم القوة المحركة لانه بيستهلك 90% من الطاقة اللي موجودة في العالم بترول وغاز طبيعي وفحم، لانه بينتجها في الطاقة بينتجها في الصناعات الثقيلة. طيب انا مش هسكتها بقى كده وعديها، لا تعالى بقى تعالى نحلل الفكرة دي كلها ونحط الافكار دي كلها ونشوف نواتج التعلم. تعالى نشوف احنا هنستنتج ايه ونطلع نواتج تعلم ازاي، او الخريطة دي لو فكر يجيب لي سؤال غير اللي انا اللي هو شرحه لي هيجي لي ازاي. مبدئيا كده عايز حضرتك تعرف معلومة. المعلومة بتقول ايه؟ اول حاجة لو جه قال لي اكتر الدول العالم استهلاكا للطاقة المحركة، فاحنا اتفقنا ان الجزء ده اللي بيضم الولايات المتحدة الامريكية ووسط وغرب اوروبا. طب انا بقى هاخد مين في وسط وغرب اوروبا؟ هيقول لي بقى الدول دي اللي موجودة في غرب ووسط
اوروبا؟ هقول له اه الدول اللي موجوده في غرب وسط اوروبا مين؟ فرنسا والمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وبريطانيا، المملكه المتحده يقول هي دي دوله بريطانيا، ولما يقول لي ايرلندا وسويسرا والنمسا وجمهوريه التشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفاكيا كل دي. طب كل الدول دي هي المحرك الاساسي للطاقه؟ هي بتستهلك 90% من الطاقه. طيب لو جه قال لك اهم المراكز الصناعيه الحديثه، ما هو انا قلت افريقيا جنوب افريقيا وقلت مصر وقلت الجزء اللي فيه اندونيسيا والفلبين وماليزيا، يبقى لما يجي لك اهم المراكز الصناعيه الحديثه ده كده انا بحلل الخريطه اللي كانت قدامك وبوري لك استنتاجاتها. طب اهم بقى يغير السؤال ويقول لك ايه هي ايه اهم المراكز الحديثه التي انتشرت في العالم، وركز بقى في الجمله بقول ايه، عالم نامي حديث. يا مستر انا ما اعرفش يعني عالم نامي حديث وعالم نامي متقدم. بص يا محترم، قارات العالم، قارات العالم هنقسمها، هنقول ادي قارات العالم القديم ودي قارات العالم الحديث. طيب قارات العالم القديم ايه؟ قارات العالم القديم هي اوروبا، افريقيا، اسيا. وقارات العالم الحديث، قارات العالم الحديث امريكا الشمالية وامريكا الجنوبية واستراليا. طيب لما يطلب مني فرق قول لي ايه هي قارات العالم القديم النامي وقارات العالم القديم المتقدم. اولا قارات العالم القديم اهي، لما يقول لي اوروبا قارات عالم ايه، اقول له اوروبا قارات عالم قديم واوروبا من القارات العالم المتقدم. لما يقول لي قاره افريقيا اقول عليها قاره عالم ايه، اقول له افريقيا من قارات العالم القديم بس مش متقدم، ده عالم نامي. لما يقول لي اسيا اقول له اسيا من قارات العالم القديم النامي. يا مستر اسيا نامي؟ اه ما عدا اقول له روسيا، ده روسيا من قارات العالم القديم بس متقدم، ما عدا دولة زي اليابان من قارات العالم القديم المتقدم، ما عدا كوريا الجنوبية من قارات العالم القديم المتقدم. طب يا مستر الصين، الصين من قارات العالم القديم نامي ولكن نامي من الدرجة الثانية، يعني لسه ما وصلتش للتقدم الكبير. فأنا هنا معظم أقول له كده إن آسيا معظم قارة آسيا عالم قديم نامي، معظمها قديم نامي. طب لما يقول لي أمريكا الشمالية أقول له أيوه أمريكا الشمالية من قارات العالم إيه بقى؟ الحديث. نامي ولا متقدم؟ أكيد متقدم. لما يقول لي قارة أمريكا الجنوبية أقول له آه أمريكا الجنوبية قارات عالم حديث ولكن نامي. لما يقول لي أستراليا أقول له أستراليا قارات عالم حديث بس متقدم. اكتب المعلومات دي عندك وسجلها، لان لما يجي لك سؤال زي اللي احنا جايبينه دلوقتي في الاستنتاجات تبقى عرفت قارات العالم القديم وقارات العالم الحديث، وامتى يقول لي نامي وامتى يقول لي متقدم. صح.
سبوره قدامك اهو عشان لو حضرتك خدتها سكرين او صورتها. السؤال اللي بعده، فلما يجي لك سؤال بقى في الامتحان يقول لك ايه، قول لي يلا بقى القارات العالم او اهم مركز صناعي حديث انتشار في العالم النامي الحديث. فنامي حديث يعني امريكا الجنوبيه، فهقول له زي البرازيل والارجنتين، وحدد له كده جنوب البرازيل. لما يقول لي من اهم الصناعات في النصف الجنوبي الشرقي من الكره الارضيه، جنوبي الشرقي يعني تحت خط الاستواء وشرقه، اقول له زي جنوب شرق افريقيا، جنوب افريقيا زي اندونيسيا زي استراليا. لما يقول لي اهم مراكز صناعيه في النصف الشمالي الشرقي، فانا هطلع فوق زي مصر والفلبين والهند وماليزيا. لما يقول لي اهم مراكز صناعه في النصف الجنوبي الغربي، اقول له زي البرازيل والارجنتين. اهم مراكز الصناعه في النصف الشمالي الغربي فوق زي غرب الولايات المتحده الامريكيه. لو قال لي تعد اليابان من الدول العالم المتقدم، قال يا محترم القديم، ودي في قاره ايه؟ اسيا. خد بالك من اهم مراكز الصناعه الحديثه اللي تقع في النصف الشرقي من العالم القديم النامي، يعني مصر، جنوب افريقيا، اندونيسيا، الهند، ماليزيا، ما دول كلهم عالم قديم نامي. طيب كده انا وضحت لك شويه افكار واستنتاجات عن الخريطه. تعالى بقى ندخل على الصناعه في الدول الناميه. احنا اتفقنا ان الصناعه هي المحرك الاساسي، وده مهم جدا في الدول الناميه. عشان كده قال لي لقينا الدول المتقدمه بدات تتجه الى الدول الناميه. ليه؟ قال لي عشان تستفيد منها. يعني لما يجي سؤال في الامتحان لو مباشر زي الكتاب كده، قال لي شهد الانتاج الصناعي العالمي، شهد تحول الدول المتقدمه الى الدول الناميه عشان تستفيد منها. طب انا هستفيد منها ايه؟ قال هتستفيد منها المواد الخام، هتستفيد منها ايدي عامله رخيصه السمك، هتستفيد منها ان الدول دي فيها بنيه تحتيه اساسيه اقدر استغلها، هستفيد منها ان الاوضاع الاجتماعيه رخيصه، يعني النفقات اللي هصرفها بتكون قليله، فيها عدد كبير من السكان، يعني فيها اسواق كبيره. طيب انت اتدربت دلوقتي ان هنا الدول المتقدمه بدات تروح للدول الناميه، بتستغل الدول الناميه، بتستغل البنيه التحتيه، بتستغل العماله الرخيصه، هتستغل ان النفقات الاجتماعيه اللي بتصرفها هناك قليله، هتستغل ان في سكان كتير يبقى في اسواق. طب ما هو ممكن يعكس السؤال ده ويجيبه لك بطريقه ثانيه، يقول لك ايه؟ ايه هي مقاومات الدول الناميه؟ يبقى لما يجي في الامتحان ممكن يغير السؤال ويقول لي ايه هي مقاومات الدول الايه؟ النامية. او يقولها لي بطريقة اوضح، ايه هي مقاومات الصناعة في الدول النامية؟ فانت بقى خلاص اتدربت. هو هنا حطها ان الدول المتقدمه رايحه تستغل الدول الناميه، يبقى الاربعه دول اقدر اقول عليهم ايه يا مستر؟ اقدر اقول عليهم ان هم دول مقاومات الصناعه في الدول الناميه. طيب عشان كده قال لي بدات الدول الناميه تطور من نفسها وتبدأ تهتم بالصناعة. طب هي الدول النامية يا مستر هتهتم ازاي بالصناعة؟ ركز واكتب. قلت ايه؟ اكتب عندك ان الاربعة دول اللي خلى الدول النامية يستغلوا الدول المتقدمة يستغلوا الدول النامية عشان في مقومات، فركز دول اسمهم مقومات الصناعة في الدول النامية. قال لي طيب لما اجي اشوف أهمية أو أسباب اهتمام الدول النامية بالصناعة، طيب هاخدها واحدة واحدة كده
واشوف هيهتموا ازاي بالصناعه. والله انا دوله ناميه، فانا اكيد بعتمد على الزراعه، فيبقى انا عندي زراعه، فانا هحول الزراعه بتاعتي الى ان انا هاخد المواد اللي انا هزرعها زي القطن مثلا واستغله، وابدا احوله واستغله في ان انا اعمل منه مصانع. يعني من الاخر مش هبيع القطن بتاعي، مش هبيعه مادة خام، لا ده انا هحول القطن ده واستخدمه فين؟ في الصناعة. طيب فبما اني هحوله واستخدمه في الصناعة، طب ما انا كده عملت فرق في السعر. يعني معنى الكلام ان الدول دي هتصنع المنتجات، يعني من الاخر هيبقى في فرق في السعر. ليه؟ لان حضرتك المادة الخام بتتباع باسعار منخفضة، انما لما اعيد تصنيعها، اعادة ايه؟ تصنيعها، انا لما هعيد تصنيعها هبيعها باسعار مرتفعة. فلما هعيد تصنيعها باسعار مرتفعة، يبقى لما الدولة تهتم بالمنتج الزراعي وتحوله الى منتج، فكده اقدر احل مشكلة عجز الميزان التجاري اللي احنا اتكلمنا عنه، لان الدولة اللي بيكون فيها صناعة انتاج زراعي، لما تهتم بزراعة وتحوله لمنتج، الدولة ديت مش هتبيع المواد الخام ومش هتستورد من بره، ده هي اللي هتصدر، فهتحل عجز الميزان التجاري. انا هنا لما حولت المنتج الزراعي بتاعي الى الزراعة بتاعتي، اهتميت بالزراعة بس حولتها بدل ما بيع مواد خام صنعتها، فهنا هزيد استيراداتي، هزود الصادرات وهقل الواردات، فعشان كده قال لي تقليل الاستيراد، يبقى معنى كده هيبقى عندي فائض، اقدر اوفر عملة اجنبية، يعني هقدر احل مشكلة عجز الميزان التجاري. فاللي مش عارف الميزان التجاري افكرك ايه هو الميزان التجاري؟ ادي يا سيدي الميزان التجاري، عشان الناس اللي ناسيه، الميزان التجاري عندي امتى؟ اقول عندي ميزان تجاري، عندي فائض في الميزان التجاري، وامتى اقول انا عندي عجز في الميزان التجاري؟ افرق ازاي يا مستر؟ الميزان التجاري يقصد بيه هنا يا محترم الصادرات والواردات. فلما اقول انا عندي فائض في الميزان التجاري، تبقى الصادرات اللي انا بصدرها اكتر من الواردات، يبقى انا هنا لما تبقى صادراتي اكتر من وارداتي، يبقى انا عندي فائض في الميزان التجاري. اما لما يقول لي ان الواردات اكتر من الصادرات، يبقى انا بستورد اكتر من ان انا اورد فاصدر، فيبقى ده اسمه عجز في الميزان التجاري. انا كتبتها ووضحتها عشان الناس اللي كانتش واخده بالها منها. فنكمل. فانا دلوقتي قلت ان الدولة لما هتقلل الاستيراد هتزود لها فائض في الانتاج، فهتصدر وهتحل مشكلة الميزان التجاري. حط المعلومة دي دايما بقى في دماغك، الدولة القوية هي الدولة الصناعية، والدولة الصناعية هي الدولة اللي بتنتج معدات عسكرية. عشان كده قال لي زيادة القدرة الصناعية يعمل على زيادة القوة الايه؟ العسكرية. يعني من الاخر الدولة اللي عندها قوة صناعية لازم تدخل في القوة العسكرية، عشان اقدر اقول ان الدولة دي دولة قوية اقتصاديا. النقطة الاخيرة ان انا هخفف طبعا مشكلة البطالة لما احول المنتجات بتاعتي من مواد خام الى مواد منتجة، فهيقلل المشكلات اللي عندي عن طريق ان انا هوفر فرص عمل. طب الكلام ده لو حطيت عليه استنتاجات وحطيت عليه افكار، الاقي ايه الافكار؟ هلاقي مثلا بعض الافكار اللي انا كاتبها لك وبقول لك هي ايه، هي اهم مقومات قيام الصناعه في الدول الناميه. انا لسه قايل لك ايه؟ ان ممكن يقول لي تحولت الدول
المتقدمه الى الدول الناميه عشان تستغلها. طيب يبقى المقاومات، المواد الخام، البنيه الاساسيه، النفقات القليله، الاسواق كتير. النقطه اللي بعديها، شهد الانتاج الصناعي العالمي تحول تدريجيا من البلاد المتقدمه للبلاد الناميه عشان يستفيد من البنيه وقوه شرائها والاسواق الكبير. طب قال لك تتوقع اذا اتجهت الدوله، ده ممكن يجي لك كسؤال مقالي، فبقول لك تتوقع اذا اتجهت الدوله الناميه الى التصنيع ايه اللي هيحصل؟ هقدر اسد الميزان الايه؟ التجاري، هقدر احل مشكله البطاله، هيبقى عندي حاجه اسمها تحقيق السياده الوطنيه. اسمع مني يعني ايه كلمه تحقيق السياده الوطنيه. بص يا باشا، يعني ايه لما اشوف كلمه مكتوب عليها تحقيق السياده الوطنيه؟ فانا يا مستر مش عارف يعني ايه كلمه تحقيق السياده الوطنيه. هديك مثال بسيط كده حطه في دماغك. لما يبقى في دوله عندها زراعه وبتزرع مثلا قمح، فالدوله اللي عندها القمح ده، القمح ده ما عندي مشكله ان في زياده سكان، فالقمح ده او المنتج القمح ده لا يكفي حاجه السكان، فتبدا مين؟ تبدا الدوله. تعمل الدوله عشان القمح مش بيكفي، فتبدا تستورد قمح من دول اخرى. فانا دلوقتي القمح مش مكفيني، فرحت الدوله قلت لها اديني قمح، قامت مدياني قمح. بعد فتره جت الدوله ادتني قمح، قالت لي ايه؟ خد بالك ما انت بتاخد مني القمح، فانا عايزك مثلا تقطع علاقتك بالدوله الفلانيه او تبدا تتدخل في شؤون الدوله. يعني معنى كده ان انا ما عنديش اكتفاء ذاتي، عدم وجود اكتفاء ذاتي، فعدم وجود اكتفاء ذاتي ده ايه؟ هيخلي الدوله دي تتدخل في شؤون الدولة، ويتدخلوا في شؤوني ويبدأوا يعملوا مارسوا عليا ضغط. فعشان يبقى عندي سيادة وطنية وامنع حد يتدخل في شؤوني، قال لي الحل الوحيد، الحل ان انا يبقى عندي اكتفاء ذاتي من الغذاء. فانا لو عملت اكتفاء ذاتي من الغذاء، يبقى انا هنا حققت الامن القومي. ازاي؟ ان انا منعت الدول تتدخل في شؤوني وحققت الامن الغذائي. ازاي؟ ان انا هقدر استفيد من الامن الغذائي ده لو حصل كوارث في الدولة او حصل حرب، فهيبقى عندي اكتفاء ذاتي من الغذاء يحميني وقت الكوارث او الحروب. يبقى الافضل للدوله تحقق سيادتها الوطنيه ازاي؟ انها تبدا توفر لنفسها اكتفاء ذاتي من الغذاء، وفي نفس الوقت توفر نفسها قوه صناعيه عشان توفر قوه عسكريه. طيب النقطه اللي بعديها، وانا بشوف الفكره اللي انا عايز اشوف الدوله الناميه ازاي هتبدا تخرج او تبدا تنتج وتحول من مواد اوليه لمواد صناعيه، قابلتني شويه معوقات. ايه يا عم المعوقات اللي بتقابلني في الصناعه؟ فقال لي هنقسمها الى حاجتين، معوقات داخليه ومعوقات خارجيه. فقال لي المعوقات الداخليه ان انا ما عنديش كفاءه في الايدي العامله، ان انا ما عنديش رؤوس اموال، ان المواد اللي انا بصنعها بعد ما اصنعها بتبقى تكلفه الانتاج في الاخر هتبقى عاليه، عنديش قدره ان انا انافس الاسواق الاخرى. فعشان كده لازم انا اشوف المعوقات اللي قدامي عشان اقدر اعمل استراتيجيات حلها. فقام قايل لي يبقى المعوقات اللي بتقابل الدول الناميه معوقات داخليه ومعوقات خارجيه. ايه اللي عامل داخلي؟ قال لي الداخلي بيتمثل في ان انا ما عنديش ايدي عامله كفاءه منها، ما بستخدمش تكنولوجيا، ما عنديش راس مال، ما عندي ارتفاع تكلفه الانتاج. المشكلة كمان ان انا ما اقدرش انافس المنتجات الاوروبية. فجي قال لي خلاص
تعال نشوف بقى ايه المعوقات اللي ممكن تقابلك خارجيا. اولا من المعوقات الخارجية اللي ممكن تقابلني الممارسات اللي بتعملها الدول المتقدمة. ازاي؟ لو انا عندي منتج وعاوز ابيع المنتج ده في الدول الاوروبية، فيبقوا يجوا المنتج بتاعي يفرضوا عليه جمارك. فالقلم ده لو انا مثلا تكلفته كلها 10 جنيه وانا عايز ابيعه في اوروبا ب 12 جنيه، فهم يضيفوا عليه الجمارك، الجمارك دي تخلي ثمن القلم اغلى من القلم بتاعهم اللي بيتصنع في المنتج المحلي عندهم، فطبيعي ان انا مش هقدر انافسهم. النقطة الثانية، في دول بتغرق الاسواق بالمنتجات، وده زي اللي بتعمله مثلا الصين. فيبقى الممارسات التجارية اللي بتقوم بها الدول المتقدمة، قال الممارسات التجارية دي زي ايه؟ قال لي زي انها بتفرض جمارك او تعريفة جمركية على واردات الدول النامية. يبقى انا لو عندي منتج عامل مثلا سعر 10 جنيه يوم هم فرضين عليه جمارك 30 يتباع ب40 جنيه، وهو نفس المنتج عندهم بيتباع اقل. تاني حاجة، في ضغوط بتمارسها شركات متعددة الجنسيات. يعني شركة متعددة الجنسيات؟ يعني انا واحد عملت فرع رئيسي لشركة ما، شركة شعلان، فخليت من شركة شعلان دي مقرها في المانيا، يبقى المقر الرئيسي في المانيا. وقمت جاي عامل شركات في دول تانية وقلت دي شركة تابعة للمقر الرئيسي اللي هي شعلان، فقمت عامل شعلان واحد في تونس مثلا، وقلت والله ان الشركة اللي انا هعملها شعلان واحد في تونس دي شركة انا هبيع الاسهم بتاعتها، فهيبدأ هنا ناس تشتري. فالناس اللي تشتري اسهم من الشركة بتاعت شعلان واحد اللي انا عملتها في تونس، هيجي بقى واحد من البرازيل، واحد من امريكا، فهتلاقي شركة متعددة الجنسيات، ويقوم الشركات دي بتخش برؤوس اموال ضخمة، فتبدأ تمارس ضغط على الدول عشان تستغل موارد الدول. فيبقى الشركات متعددة الجنسيات بتمارس سياسات اقتصادية على الدول النامية. بعد كده قال لي انا بروح اقول انا ما عنديش رأس مال اعمل استثمار او اعمل تنمية صناعية، فاروح اروح مثلا لصندوق النقد الدولي او البنك الدولي اللي يسلفني، او اخد قروض من دول. فالقروض او المعونات اللي انا باخدها ديت بتمثل عليا ضغط، لان انا هبدا اسدد فوائد القروض ديت ومش هقدر اعمل تنميه، فالقروض ديت بتاعها او القروض دي بتقيد الدول الناميه، وده ما بيخليهاش تقدر تعمل تنميه، وده بيبقى سداد عبء على الدوله في سداد الديون. عشان كده لما شفت المعوقات ديت هبدا اشوف اعمل ازاي حل ليها. فعشان افكر لحل ليها ارجع تاني اقول المعوقات. من المعوقات اللي قابلتني داخليا وخارجيا، وقلت ان انا عندي معوقات داخلية ومعوقات خارجية. وقلت المعوقات الداخلية ان ما عنديش رأس مال، ما عنديش كفاءات ماهرة وايدي عاملة ماهرة، ما عنديش تقدر انافس الاسواق بتاعتهم، وما عنديش تكنولوجيا. قال لي طب ايه المعوقات الخارجية؟ ان الدول المتقدمة بتفرض تعريفة جمركية على المنتجات اللي جاية من الدول النامية، فلو رايح ابيع حاجة عندهم يفرضوا تعريفة جمركية فيعلوا سعرها. النقطة الثانية ان هم عندهم شركات بتجيب ثابت غير الضغط. النقطة الثالثة ان القروض او صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او المعونات دي كلها بتبقى عبء على الدولة، فبسدد الديون دي بتبقى عبء عليا، فبقدرش اعمل تنمية. فعشان احل المشكلة ديت قال لي بدأت في دول المعوقات دي دول النامية تشوف صعوبة، وهناك تبدأ نفكر ازاي نحلها. فقال لي هبدأ احلها ازاي؟ هحلها عن طريق ثلاث حاجات وهنشرحهم بعد كده بالتفصيل. قال لي التخطيط الصناعي، التدخل الحكومي، مساعدة المنظمات الدولية. بمعنى اولا التخطيط الصناعي ان انا استخدم اسلوب علمي ومنظم، ازاي استغل الموارد اللي عندي ووجهها للنشاط الصناعي. يبقى اشوف الموارد اللي عندي قد ايه وانا محتاج منها قد ايه واطلع منها قد ايه عشان احافظ على اجالي القادمة، ها، وهم مستخدمها في النشاط الصناعي. طيب النقطة الثانية، ما مقدرش اعمل ده او اعمل تخطيط من غير ما يكون الدولة والحكومة، الدولة اللي هي التدخل الحكومي، تدخل عشان خاطر تساعدني على ده، وانها تجذب الاستثمارات انهم يجي يعملوا ده. فيبقى لازم يكون في ضامن، والضامن هنا هي الحكومة عشان احقق الاهداف. النقطة الثالثة، في منظمات دولية ظهرت زي منظمة اسمها اليونيدو او منظمة
التنمية الصناعية. المنظمة دي منظمة عالمية مش إقليمية، منظمة عالمية. المنظمة دي قالت أنا هبدأ أساعد، هي مقرها في فيينا في النمسا، فقالت أنا هبدأ أساعد الدول النامية اللي ما عندهاش قدرة على التصنيع، إن أنا أساعدها على القدرة على التصنيع، أشجع الصناعات الصغيرة في الدول النامية. وبالك هي بتخص الدول الايه النامية. فلو ركزت معايا كده هتلاقي المنظمة دي اسمها منظمة اليونيدو، والمنظمة اسمها اصلا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وقلت مقرها في فيينا في النمسا. اهدافها ايه؟ انها بتدعم التنمية المستدامة في الدول النامية، انها بتدعم المشروعات الصغيرة او متوسطة الحجم، استثمار قوي للحكومات والقطاع الخاص. خد بالك بقى، يبقى معنى كده ان دي منظمة عالمية، لان هقول دلوقتي منظمة تانية هتكون اقليمية، يبقى اليونيدو منظمة عالمية او منظمة التنمية الصناعية. طب المنظمات دي بتعمل ايه؟ بتساعد الدول النامية وبتساعد المشروعات الصغيرة في الدول النامية على انها تبدأ تعمل استثمارات ليها، وبتشجع الشركات والصناعات عشان تعمل صناعة. طيب فالفكرة اتقالت، انا بقى احلل الفكرة الثانية ازاي؟ لو قال لك يتوقف تحقيق التنمية الصناعية في الدول النامية على ايه؟ يتوقف على ايه؟ لازم يكون عندي دعم وعندي رؤوس وعندي تكنولوجيا. طب لو قال لي اكتر الدول استفادت من منظمة النيلو هي الدول النامية، لانها اصلا اتعملت للدول النامية. لما يقول لي تعد الاستعانة بمؤسسات دولية زي البنك الدولي، صندوق النقد الدولي لتمويل المشروعات، تبقى دي صندوق ونقد، دي معوقات داخليه ولا خارجيه؟ اي حاجه فيها صندوق الدولي وبنك الدولي معوقات خارجيه. قال من معوقات الصناعه الداخليه بالدول الناميه الا وهي ان ما عنديش فلوس او نقص الاستثمار المحلي، يعني معناها انا ما بستغلش ما بستثمرش، او انا فلوسي ما بستثمرهاش في الدول. فلو انا عاوز اسد المعوقات الخارجيه اعمل استثمارات محليه. طيب لو قال لي تهدف المؤسسات الدوليه تطوير الصناعه، فالمؤسسات الدوليه دي هتهدفها زي منظمه اليونيدو. النقطه اللي بعديها، لو جيت قلت لك يتعرض وجود التنميه الصناعيه في دوله ما الى جذب المساعدات التجاريه المشروطه، ليه؟ لان حضرتك انا عشان اعمل مساعده فانا هقول لك خد مساعده، زي قلت لك كده هقول لك خد القمح، ولكن هشرط عليك شويه شروط او هطلب منك شويه طلبات. فالطلبات دي هتعمل ايه؟ هتسيطر انا، هيبقى عندي سياده ولا هتقل سياده؟ قال لي لا، تقل سياده الدوله. عشان كده هخش على الجزء الاخير وهو الصناعه في الوطن العربي. وانا ببص على الصناعات في الوطن العربي واشوف وضعها ايه، لقيت ان الصناعات عندي مقسومه لحاجتين، صناعات استخراجيه وصناعات تحويليه. واستخراجيه يعني بستخرجها زي ما هي كده وببيعها، اما الصناعات التحويليه بستخرجها وابدا احولها. فقال لي من الصناعات الاستخراجيه، خد بقى المعلومه، الوطن العربي كله من اهم صناعاته الاستخراجيه هو البترول، وبالاخص الخليج العربي. طب في صناعات تانية استخراجية؟ قال لي بستخرج الأسمدة، بستخرج الألمونيوم، بستخرج الزنك، بستخرج النحاس، بستخرج صناعات خامات غير معدنية زي الفوسفات والبوتاس. طب النقطة الأهم، هو لو جه قال لي تحسنت الصناعات الاستخراجية في الدول الصناعية أو في الدول العربية، اتحسنت ولكن في بعض الدول فيها حروب أهلية أو لسه فيها مشكلات داخلية، زي سوريا، زي ليبيا، زي السودان. يبقى لو قال لي تحسنت الصناعات الاستخراجية ما عدا مين؟ السودان وسوريا وليبيا، لان دول فيهم ظروف ايه؟ صناعة سياسية، وهي الحروب اللي احنا قلنا عليها. عشان كده بلاقي كلمة كده بتتقال، بص يا محترم عايز اوديك لفكرة كده، هي موجودة في الدرس بس عايز اوضحها لك شوية. لو انا قلت مثلا انا هعمل مصنع، والمصنع ده بينتج مثلا عربية، فالعربية اللي انا هنتجها دي انا جبت المادة الخام وجبت الالات وجبت العمال وحطيت الرواتب وحطيت مصادر الطاقة اللي هشتريها
فكل دي كده حاجات انا مستلزمات، وطبعا الاكسسوارات بتاعت العربيه دي كلها بقول مستلزمات العربيه، يعني المواد الخام اللي انا محتاجها كلها بالعربيه. بعد ما عملت العربيه كده وصنعتها فهبدا ابيعها. طيب بيع العربيه، وانا ببيع العربيه هقول مثلا ان انا بعت العربيه ده مثلا يعني ب 100,000 جنيه. فال 100,000 جنيه دول بقى ايه؟ هل هم دول مكسبي؟ قال لي لا، انت ال 100,000 جنيه دول بتاخد منهم بتطلع مستلزمات العربيه. فلقيت ان مستلزمات العربيه اللي انا اشتغلت بيه كله مثلا 80,000 جنيه، يعني اللي انا صرفته على العربيه 80,000 جنيه، يبقى الباقي كام؟ قال لي الباقي ده هو 20,000 جنيه، لان انا المفروض انا بايع العربيه ب 100,000. قال لي طب هما ال 20,000 جنيه دول بقى بنقول عليهم ايه؟ بنقول عليهم القيمه المضافه. بيقول لي عليهم القيمه الايه؟ المضافه. فبيقول لي في 2013 زادت القيمه المضافه في الدول العربيه وسط مبلغ ضخم جدا، يعني تريليون وحاجه. السؤال بقى، انا عرفت ادي قيمه مضافه؟ يعني لما اجي اسالك دلوقتي واحطها لك في الاسئله اقول لك ادي قيمه مضافه، تقول لي اه اللي انا استخدمته الحاجات اللي اشتريتها عشان اعمل العربيه كلفت 80,000 جنيه، فدول كده مش فلوسي، ده دول الراس مال اللي انا اشتريت بيه الحاجات، فهرجعه تاني عشان اشتري. طب الباقي كام؟ 20,000. ده مكسب، هو ده القيمه دي المضافه. فالراجل بيقول لي القيمه المضافه زادت. طب زادت ليه بقى في الدول العربيه؟ لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك هي القيمه المضافه ليه زادت في الدول العربيه، خد كده الموضوع ده. لو قال لك ان القيمه المضافه زادت في الدول العربيه، هقول له اه طب هي زادت لان الكتاب قال لي كده. طب انا اوضح لي زادت ليه. بص يا باشا، القيمه المضافه زادت في الدول العربيه بسبب واحد بس، بسبب زياده الطلب عليها. طب هو ايه اكتر حاجه الدول كلها بتجري عشان تاخده؟ قال لي زياده الطلب عليها زي مثلا النفط اللي هو البترول. فبسبب زياده الطلب عليه ادى الى ارتفاع اسعاره، فبقيت ابيع البترول بسعر عالي وانا اصلا بستخرجه بسعر منخفض، فبقت القيمه المضافه اللي بترجع لي كبيره جدا، وده بالنسبه للدول الايه؟ الناميه. عرفت فكره القيمه المضافه؟ يا ريت بقى تكتب وتسجلها، يا ريت بقى بعد ما كتبنا وسجلنا تعالى بقى نبص عليها. فقال لي نحط استنتاجاتنا. بلغت القيمه المضافه للصناعات الاستخراجيه للدول العربيه تريليون في 2013، وده نتيجة الطلب على النفط وارتفاع متوسط أسعاره خلال العام الواحد. السؤال بقى الأحليل أو الاستنتاجات بتاعتنا، لو أقول لك محور النشاط الاقتصادي ومصدر الناتج المحلي للدول الصناعية الاستخراجية، أكيد أكتر حاجة إحنا بنستخرجها هو النفط والغاز الطبيعي. تتركز الصناعات الاستخراجية والنفط والغاز الطبيعي فين؟ فالنفط والغاز الطبيعي موجود في شرق الوطن العربي. شوف قال لك ايه؟ شرق الوطن العربي، هو بيقول عليه ايه؟ دول الخليج العربي. فبدل ما يقول دول الخليج العربي قال لي موجوده في شرق الوطن العربي. انتاج موريتانيا، موريتانيا بتنتج الحديد فبتبيعه خام، فتبقى صناعات استخراجيه. يقوم اقتصاد دول الخليج على صناعات استخراجيه. طب ما انا ممكن العب بقى اقول يا عم تعالى نشوف الصناعات الاستخراجيه، هو الجناح الاسيوي يتفوق عليها على الجناح الافريقي، الجناح الاسيوي يتفوق في استخراج النفط والبترول، فممكن اقول لك كده يظهر تفوق الجناح الاسيوي اللي هي الجناح العربي الاسيوي اللي هو دول الخليج العربي على الجناح العربي الافريقي في ايه؟ تقول لي في الصناعات الاستخراجيه اللي هم عندهم نفط وبترول. طيب نيجي بقى للجزء اللي بعده، الخريطه اللي قدامك. طيب ما خلاص بقى انت عرفت بقى مستر شعلان اي خريطه هنعمل لها تحليل واستنتاج فتبقى مهمه.
معلش انا هبص كده على الصناعات، فلقيت ان عندي صناعه الاسمنت اسمده، وكل واحده في الخريطه لها لونها، والحديد والصلب والالومنيوم وتقرير البترول. طيب، فهو من استنتاج الخريطه الكتاب بيقول لي ان الصناعات التحويليه في الوطن العربي تتمثل في ايه. فانا ببص على الصناعات التحويليه، لقيت ان في حديد وصلب وفي الومنيوم، في تقرير بترول، في بتروكيماويات، في اسمده، في صناعه الايه السكر. فانا بقى هلعب على نقطه، خد بالك صناعه السكر دي موجوده اكتر في الدول افريقيا، ولما يقول لي بتروكيماويات وتكرير بترول هل هي اكتر في دول الخليج الايه العربي. طب الحديد والصلب ده من اقل الصناعات انتشارا، اقل صناعات انتشارا في الوطن العربي. عشان كده قال لي بدأت الدول العربية دي تتعمل تقابل صعوبات ومعوقات تواجه الصناعة التحويلية، ومع ذلك قال لي ان حققت عدة دول عربية نمو في انتاج الصناعي زي الجزائر والسعودية. فهنبدأ ناخد مع بعض هو عاوز يقول لي. بص يا باشا، لو جه سؤال مباشر ايه المعوقات الصناعية اللي بتواجه الوطن العربي، هي مش بعيدة، مش بعيد عن المعوقات اللي اتكلمنا عنها في الصناعه. بمعنى اولا الدول العربيه ما بيكملوش بعض ولكن بينافسوا بعض، فالتنافس ده يؤدي الى ضعف الانتاج. عشان كده قال لي تنافس الصناعات العربيه فيما بعضهم وعدم وجود تكامل. اثنين، الاسواق في الوطن العربي ضعيفه. طب ليه يا عم ضعيفه؟ لان انا اللي بنتجه اسعاره مرتفعه وانا عندي انخفاض في مستوى المعيشه فما اقدرش اشتريه، يبقى ضعف الاسواق بسبب انخفاض مستوى المعيشه وارتفاع اسعار السلع. طب ما انا عندي مشكله، انا ما عنديش خبرات مهاريه او ايدي عامله او كوادر بشريه بتقل، فنقص الكوادر البشريه والتعليم المهني اللي هو التعليم الصناعي ده هيأثر عليا. يبقى من المعوقات ان احنا بننافس بعض اللي بتقابل الدول العربيه في الصناعه. من المعوقات ان انا ما عنديش كواجد، من المعوقات ان انا ما عنديش حجم سوق كبير، لان الاسواق حجم السوق العادي حتى لو كبير فان المنتجات سعرها عالي وانا عندي انخفاض في مستوى المعيشه. انا عندي مشكلات وقضايا من الدول العربيه. المشكله بقى المهمه ان انا ما بهتمش بالبحث العلمي، وانا لو اهتميت بالبحث العلمي والتكنولوجيا ونظم المعلومات فده هيؤدي الى تطور الانتاج الصناعي. عشان كده لو شفت المعوقات الانتاج الصناعي ده ودي قال لك بعديها كده تعال نشوف ايه هي الاستراتيجيات، فاكيد الاستراتيجيات هتكون عكس المعوقات. بس تعال نحط الاستنتاجات. مثلا يقول لي يرتبط تشجيع الصناعه الوطنيه فرض قيود ماليه على قيود ماليه بتيجي من الصناعات الاجنبيه. لو جه قال لي اكتر الصناعات انتشارا، والمعلومات اللي اقولها دي مهمه لانها ساعات بتيجي في الامتحان كتير. لو جه قال لك اكتر الصناعات التحويليه انتشارا بالوطن العربي فاقول له تكرير البترول والسكر، كده اتكلم على الوطن العربي كله. ولكن لو قال لي اكثر الصناعات انتشارا في الجناح الافريقي بس يبقى السكر اللي موجود في بلاد المغرب العربي. لو قال لي اكثر الصناعات انتشارا في الجناح الاسيوي بس يبقى تكرير البترول والبتروكيماويات. لو قال لي مصر والعالم بتشابه في الاسمنت. لو جه قال لي ايه الاختلاف بين مصر والسعوديه؟ ان مصر عندها اسمنت والاسمده والسكر، انما السعوديه عندها بترول وغاز طبيعي. وخد بالك من المعلومات ديت وادي الاستنتاجات، حاول تكتبها وتاخدها عندك. الجزء اللي بعديه انا هتكلم على استراتيجيات التنميه في الوطن العربي. هم حوالي 7 استراتيجيات، فانا عايزك تركز عليهم. انا لازم عشان اعمل تطور هستخدم البحث العلمي والتكنولوجيا. يعني هعمل ايه؟ يعني هعمل نظم معلومات، ونظم المعلومات ده هيوفر لي البيانات، والبيانات اللي معايا ديت والمعلومات لو انا عاوز الم بيانات ومعلومات عن منطقه معينه، فانا لو لميت البيانات والمعلومات دي اقدر اقول والله ان انا اقدر اعمل مدينه صناعيه، والمكان ده مهيئ ان اقامه مدن صناعيه. يبقى النظم المعلومات والبيانات بيساعدني على اقامه مجمع او مدن صناعيه. فادي اهتمام بان انا ابدا اعمل مجمعات صناعيه او مدن صناعيه. يبقى انا هربط حاجتين، ان نظم المعلومات ده مهم في ان انا اجمع بيانات وابدا اعمل مدن صناعيه. طب قال لي النقطه الثانيه، احنا هنتفق مع بعض ان اي
آلات أو أي أجهزة هتتعمل تقوم بمواصفات قياسية محددة عالمية. يعني هقول والله أنا هعمل ثلاجة، فيكون في نسبة الحديد فيها قد إيه ونسبة البلاستيك فيها قد إيه، ويبقى المواصفات دي علينا كلنا. فعشان كده أجي أحط مواصفات قياسية لمنتجات الصناعة، عايز أبدأ أهتم بالتعليم المهني. إن هو قال لي ما عنديش كوادر، فأنا هبدأ أهتم بالكوادر المهنية. أبدأ يقول لي إحنا بننافس بعض، فأقول له لا، ده إحنا هنتعاون مع بعض وهنهتم بالتطوير والتكنولوجيا. يعني من الآخر هنعمل تكامل اقتصادي. يبقى الاستراتيجيات اللي أنا قلتها دي هي عكس المعوقات. هعمل إيه؟ أهتم بالكوادر. هعمل إيه؟ أهتم إن أنا أعمل وحدات قياسية، هعمل معلومات، هبدأ أجيب المعلومات أعمل منها مدن صناعية، أوفر بيانات ومعلومات للناس وأقول لهم أدي المدن الصناعية عشان أجذب الاسم استثمارات. عشان كده عملنا منظمة إقليمية، الإدمو، دي اليونيدو دي منظمة عالمية، الإدمو دي منظمة عربية، والمنظمة العربية دي هي بيقول لي من المنظمات اللي تقوم بالصناعات العربية. ودي طبعا الهدف منها ان احنا نعمل تكامل ونحسن المنتج مع بعض، الهدف منها ان احنا نعمل مشروعات صناعيه ونبدا نحدد المجمعات الصناعيه اللي هنشتغل عليها. يعني من الاخر دي بتشجع التنميه الصناعيه بين الدول العربيه وما بين الدول الناميه وبين الدول العربيه والدول المتقدمه، عكس النيدو دي بتهتم بس بالدول الناميه اللي في العالم كله، فدي منظمه عالميه، اما دي منظمه بتهتم بالدول العربيه. عشان كده هدي لك الاستراتيجيه. فبقول لحضرتك احنا اهتمينا بالصناعه الخضراء، فالصناعه الخضراء اللي هي تحافظ على البيئه، فده عن طريق ان انا قلت لك قبل كده الوقود الحيوي، خدت المخلفات الزراعيه. طيب لو جه قال لي تعمل منظمه الادمو على تطوير الصناعات فين؟ هقول له في الدول العربيه. طب مين الدول العربيه؟ قال لي زي السودان، زي موريتانيا، زي ليبيا، زي جيبوتي. ليه؟ لانهم بيصنعوا المواد الخام، احنا عايزينهم يصنعوا. قال لي ضعف الصناعه التحويليه في بريطانيا، ليه ضعيفه؟ لانها ما عندهاش ضعف اموال، فانا هديها بوص اموال عشان اطور من منتجاتها. قال لي اتجه الدول العربيه الى قمه مشروعات صناعيه مشتركه، طب ده هيعمل ايه؟ لو الدول العربيه اتحدوا مع بعض وعملوا تكامل، مش هيبقى في تبعيه اقتصاديه للخارج، يعني مش هخلي حد يتدخل في شوي، يعني مش هستلم حاجه من دول اللي بره، مش هاخد قروض من الدول اللي بره، مش هسمح لهم يتدخلوا عندي، ان احنا هنكمل بعض واحنا اللي هنقوي بعضنا. فالتكامل الاقتصادي يبعد التبعيه الاقتصاديه للخارج. طيب اخر حاجه عندي في الدرس، قال لي عندك تجربتين، تجربه عملتها المملكه العربيه السعوديه. مدينه المملكه العربيه السعوديه قررت تعمل مجمع صناعي. مجمع صناعي اتعمل فين يا مستر؟ في مجمع اتعمل في الشرق وده على الخليج العربي، وفي مجمع اتعمل على الغرب شبه الجزيره العربيه واتعمل في البحر الاحمر. ففي مجمعين، واحد في الخليج العربي والتاني على البحر الاحمر. الاثنين على العموم اهتموا بصناعه البتروكيماويات اللي هو البترول. بس ركز. قال لي عملت مجمعين، مجمع اسمه جوبي. المجمع ده بدأ يهتم، ده موجود فين؟ ده موجود من اكبر مدن الصناعيه في العالم، وده موجود على الخليج العربي. طيب المجمع ده عمل ميناء، الميناء ده في ميناء جبيل التجاري وميناء الملك فهد الصناعي. يبقى المجمع جبيل ده بيهتم بالبتروكيماويات وعنده كم ميناء؟ اثنين، والميناء دول موجودين على الخليج العربي. اما مجمع ينبع الصناعي فده موجود على الساحل، ده موجود معايا على ساحل البحر الاحمر، وده من اهم المجمعات تصدير البترول والغاز الطبيعي. وركز، لو جه قال لي في الامتحان اهم مجمع لتصدير البترول والغاز الطبيعي اقول له ينبع على طول، وده موجود على البحر الاحمر يعني غرب السعوديه، وده بيهتم برضه بالصناعات البتروكيماويه. كده انا خلصت معاك الدرس، ويا رب يكون وضحته لك. تعالى نخش مع بعض شويه استنتاجات. تعتمد المدن الصناعيه التي تقع في شرق البحر الاحمر على الصناعه الايه؟ هتقول البترول والغاز الطبيعي، اللي بتتكلم على دول الخليج العربي. لو قال لي تعتمد المدن الصناعيه تقع في شرق الخليج العربي، شرق الخليج العربي يبقى البترول والغاز الطبيعي لان دول الخليج العربي. لو قال لي تصنف المجمعات الصناعيه في الجناح العربي الاسيوي في اسيا، يبقى مدن صناعيه وتحويليه وثقيله، هو البترول.
يعد مجمع جبيل وينبع من أهم المجمعات الصناعية التحويلية الثقيلة. كده أنا صنفته على حسب تصنيف الصناعة، فخد بالك من المعلومة دي. كده احنا خلصنا الدرس. كان معاك مستر محمد شعلان مناصب وطب. يا رب أكون وضحت لك كل المعلومات والاستنتاجات. هتبدأ تكتب. هنبدأ دلوقتي نخش مع بعض نطبق الشرح على الأسئلة. يلا بينا، اعمل الواجب، اعمل الحل، يلا نستعد مع بعض لحل الأسئلة. طيب يلا بينا بقى يا شباب نبدأ نحل على الدرس ونشوف اللي احنا فهمناه والاستنتاجات والروابط هنطبقها ازاي. نسمي الله كده ونشوف مع بعض هيقول ايه. احنا دلوقتي بنقول الدرس بيقول لك تبدأ معظم الصادرات النفطية، يعني هو بيتكلم على مين؟ على مناطق الخليج العربي. فرجع قال لي من شرق الوطن العربي عن طريق ايه؟ يعني انا بصدر الناحية دي، فهو جاب لي شرق الوطن العربي. طب انا هصدر وحدد شرق الوطن العربي، هصدر عن طريق مضيق هرمز ولا خليج عدن ولا مضيق باب المندب ولا خليج عمان؟ بص يا محترم، لو قال لي من شرق الوطن العربي يبقى انا هبدا اصدر من مضيق هرمز، لان ده هو اللي في شرق الوطن العربي. لما يقول لي تصنف الاسمده على انها ايه؟ الاسمده دي هل هي مواد استخراجيه ثقيله ولا زراعيه استهلاكيه ولا استهلاكيه خفيفه ولا انتاجيه تحويليه؟ الاسمده جايه من الفوسفات، فالفوسفات معنى انا خدته وحولته طلعت منه منتج، تبقى انتاجيه تحويليه. طيب نيجي بقى للجزء الاهم، وهو انا جبت لك الخريطه اللي احنا اشتغلنا عليها في الدرس وقلت يلا نحط عليها شويه اسئله. الخريطه قدامي وهبدا اشوف الاسئله. بيقول لي السؤال الاول ايه؟ اقل صناعات تحويليه انتشارا بالوطن العربي صناعه، هل صناعه الاسمده والاسمنت ولا الحديد والصلب والاسمده ولا الالومنيوم والاسمده ولا الحديد والصلب والالومنيوم؟ الاسمده ولا الحديد والصلب والاسمده؟ بص يا باشا، انا هبدا ابص على الخريطه وابدا اشوف الاسمنت قد ايه والاسمده قد ايه، ولكن انا في تحليلي وفي استنتاجي عرفتك ان اقل حاجه هي اللي عندي الحديد والصلب والاسمده، وما اقل الصناعات التحويليه تحويليه. فركز في المعلومه. السؤال الثاني بقول لك ايه اكتر صناعات تحويليه، اكتر صناعه تحويليه انتشارا بالوطن العربي؟ التكرير البترول والسكر، الحديد الصلب والاسمده. فطبيعي الوطن العربي تكرير البترول والسكر هم اكتر الاسمده، ده في الجناح الاسيوي وده في الجناح الافريقي ريكي. وده احنا قلناه في الاستنتاجات اللي احنا شرحناه. لما بيقول لي تتركز معامل تكرير البترول، خلاص المعامل تكرير البترول متمركزه في الوطن العربي. فين في الوطن العربي؟ في دول الخليج العربي، ودول الخليج العربي في شرق الوطن العربي، يبقى في الجزء الشرقي. طيب السؤال اللي بعده بقول لك برضو من الخريطه، تتركز صناعه السكر فين في الوطن العربي؟ قلنا خلاص بقى ده في افريقيا، يعني بتتركز فين؟ هتقول لي تتركز في القرن الافريقي او الجناح الافريقي ريكي. وخد بالك بقى ده هو بيقول لي في الوطن العربي في منطقة القرن الأفريقي، لا ده بتتركز أكتر في المغرب العربي، المغرب العربي ده هو ده. إنما لو قال لي جناح أفريقيا أقول له أه في الجناح الأفريقي، ده لا ده موجودة فين؟ في المغرب العربي. تتركز المادة الخام اللي تدخل في صناعة الأسمدة، المادة الخام هلاقيها فين؟ الفوسفات. فلما هجيب الخريطة كده وبص على المادة الخام اللي بتدخل في الأسمدة، فهقوم جاي باصص على الأسمدة اللي هي لونها مثلث، وأنا ببص عليه لقيته موجود المثلث فين؟ موجود في العراق، موجود في الأردن، موجود في مصر. يبقى الأسمدة منتشرة في العراق والأردن ومصر. طيب لما أنزل تحت كده وبص على السؤال تركز صناعة الأسمدة فين؟ أقول لك أهو بقى فين؟ سؤال أهو تتركز المادة الخام في صناعة الأسمدة فين؟ خلاص أنا عرفت بقى إن موجودة في مصر وإيه؟ والعراق والأردن، فمن غير ما أبص يبقى مصر والعراق. أهم ده تركز بقى المادة الخام تدخل في صناعة التشييد والبناء اللي هو الأسمنت، وموجود برضه في مصر ومين؟ والعراق. لما يجي لك سؤال تاني ويقول لي
ينتظر الوطن العربي مستقبل باهر في مجال ايه؟ اكيد منتظر الوطن العربي مجال باهر في النووي ولا الطاقه المتجدده ولا الحفريه والبتروليه؟ اكيد في الطاقه المتجدده عشان الرياح والشمس. لو جه قال لي تبقى الاجابه متجدده. من النتائج المترتبه على خفض الدوله المواد الخام المصدره خارج، لو الدوله قللت تصدير المواد الخام وبدات تصنعه، ايه اللي هيحصل؟ هل ده اهدار للاجيال القادمه؟ اكيد لا. هل ده هيكون ترشيد لسلاك الطاقه؟ اكيد لا. هل ده هيكون زياده في اكيد لا، ولكن هتزيد القيمه المضافه، لان انا لما اخفض الدول المواد الخام المصدره للخارج وانا صنعتها هبيعها بسعر اعلى، فهيجي لي فلوس اكتر فهيزود القيمه المضافه. تتوطن الصناعه حيث وجود الماده الخام. طبعا اللي موجود انا هبدا اصنعه، فانا هلاقي مثلا صناعه سكر القصب ده موجود في افريقيا، فانا هصنعه بناء على وفره المواد الخام. السؤال اللي بعده، تتميز الصناعه الحديثه في النصف الجنوبي عن النصف الشمالي. يعني ايه اللي بيفيد في النصف الجنوبي عن النصف الشمالي؟ فبيقول ده بس الصناعات الحديثه في القدم ولا في التطور ولا في الانتشار ولا الحداثه؟ فطبعا الصناعات الحديثه موجوده في النصف الجنوبي اللي هو هتكون في الحداثه. لما يقول لي من الصناعات اللي ترتبط وجودها بعامل السوق صناعه ايه؟ يعني مرتبط بحجم الاسواق. هل صناعه الارض الزراعيه؟ هل صناعه سكر القصب؟ هل صناعه الاجهزه الكهربائيه؟ هل الحديد والصلب؟ طبعا اللي مرتبط بالسوق هو صناعه الالات والاجهزه الكهربائيه. لما يقول لي قيام دوله الخليج العربي تصدير البترول كماده خام دون نتائج سلبيه على ايه؟ لو انا بعته كماده خام هيبقى سلبي على وقود الحفر والطاقه المتجدده ولا على التنميه المستدامه ولا الجانبيه؟ ما انا بعته ماده خام، يبقى انا هنا ما حققتش التنميه المستدامه وما حملتوش للاجيال القادمه. لما يقول لي تتركز صناعه السكر بالوطن العربي في انهي قسم؟ فانا قلت في المغرب العربي، يبقى موجود في الشمال الغربي اللي هو دول المغرب العربي، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، هم دول دول المغرب العربي. لما يقول لي كان الهدف من الممارسات التجارية للدول المتقدمة تجاه منتجات الدول النامية، يعني ليه تحولت الدول المتقدمة إلى الدول النامية؟ تحولت عشان خاطر وقف تصديرها ولا ضعف جودتها ولا زيادة أسعارها ولا تقليل استيرادها؟ أكيد بسبب زيادة أسعارها. اتجهت معظم الدول النامية للتصنيع من أجل زيادة استيراد من الخارج ولا رافع الأيدي الكفاءة الأيدي العاملة ولا زيادة القيمة المضافة ولا سبب بيئة؟ أكيد إحنا الدول النامية بدأت تصنع المنتجات بتاعتها عشان تبيعها بسعر أعلى، يبقى زيادة القيمة المضافة. أكيد الإجابة زيادة القيمة المضافة. السؤال اللي بعده بقول سر تقدم اليونان كدولة صناعية كبرى يرجع إلى الاعتماد على رأس المال الوطني ولا البشري ولا الاتفاقات التجارية ولا التجارة الرقمية؟ هي استثمرت فلوسها في العنصر البشري وإديتهم اهتمام بالتكنولوجيا والبحث العلمي، يبقى اهتمام بالرأس المال البشري. من معوقات الصناعة الداخلية بالدول النامية، هل نقص الاستثمار المحلي ولا نقص الاستثمار الأجنبي ولا الشركات بعيدة ولا التبعية السياسية؟ دول كلهم معوقات خارجية، يبقى رأس الاستثمار المحلي وده هو الداخلي. لما يقول لي أدت الاتفاقات التجارية مع الدول الأجنبية إلى إيه؟ اتفاقيات هتؤدي إلى إن أنا هبدأ تضغط عليا، فهتؤدي إلى التابعية السياسية للخارج، هتضغط عليا فهتتابعها. كده إحنا حلينا مع بعض شوية أسئلة، بقية الأسئلة دي إن شاء الله هتلاقي منها أسئلة في الواجب وأسئلة الامتحان، ولما هنخش اللايف هنوضح بقى كل سؤال جه إزاي، ويلا بينا نبدأ نحل. وركز قوي في السنابات والنواتج. كان معاكم مستر محمد شعيب من مصر للطب، أشوفكم على خير، سلام.